يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بلدي شجرة تشد إليها الرحال وتعلق عليها التمائم والقربات ومثلها كثير، فهل يجوز لي أن أحرقها مع العلم أنني إن ضبطت ربما أوذى وأسجن، وهل تركها من السكوت على المنكر؟ أما أنك تزيل الشجرة هذا لا يمكن إلا إذا كان لك سلطة، إذا كان لك سلطة تزيلها بيدك، أما إذا لم يكن لك سلطة فإنك تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك وتبين أن هالشجرة ما تضر ولا تنفع، فإن قبل منك الحمد لله وإن لم يقبل فأنت أديت الذي عليك، عليك بالدعوة إلى الله، وأما إزالتها هذا يحتاج إلى سلطة. نعم.